اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله, الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله اليكم هذه العجيبه القرانيه كم هو العدد الذري للنحاس 29 هذه حقيقه علميه طيب النحاس ذكر مره واحده، كيف ذكر؟ دعونا نقرا النص في سوره الرحمن. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فباي الاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لو قمنا بعد كلمات هذا النص أيها الأحبة من عند (يا معشرة) إلى آخره سوف نجد أن كلمة (نحاس) ترتيبها 29 هو نفس العدد الذري للنحاس فسبحان الله